ها، عرفت فيها ايه؟ ولا الهوا. غريبة يعني، مفيش نتورك في المكان ده. شوفي عندك كده. اه، ولا انا كمان، انا مش عارفة اليوم ده النهاردة ماله. ماله يا جمال؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. ما انت اللي احنا فيه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ انا شفت حد عدى. عدى مين يا عم؟ ده احنا اللي هنعدي. بس انا متاكده ان انا شفت حد عدى. خدي بس. حاجة لو سمحتي، عربيتنا اتعطلت، مفيش هنا حد يقدر يساعدنا؟ زمان كان الشجر يرمي ورقه الميت يكسب بيه الطين ذهب، دلوقتي الشجر مات والذهب راح. يا حاجة شجر ايه وذهب ايه؟ ما تردي عليا. عرفتي منها حاجة؟ انتوا ايه اللي جابكوا هني؟ وانتي مالك؟ هتعرفي تساعدينا ولا لأ؟ في آخر الطريق ده بيت، روحوا له واطلبوا المساعدة. هو ايه البيت العجيب ده؟ ده البيت اللي هنلاقي فيه حد يساعدنا؟ ده البيت ده عايز اللي يساعده. تعالي تعالي.
لو سمحت احنا العربيه بتاعتنا عطلت بره. اتفضلوا اقعدوا. هبعت لك حد يصلح حالك. هو في حد ساكن هنا؟ كتير. بس وانا داخل ما شفتش حد. لسه هتشوف. يبقى غلطان اللي يفتكر انه يقدر يعيش في الدنيا دي ويعمل اللي هو عايزه من غير ما يتحاسب. واللي جابكوا هنا النهارده ان حسابكوا تقيل. قوم فوي. في كلمتين لازم تسمعوهم. أنا لما بنصحك عشان مصلحتك. أنا عاوزاك تكوني أحسن واحدة في الدنيا. يا خسارة التعب. مش عيب يا ابني تضرب واحد دمه يعني مش قادر تستحمل شويه لحد ما لكن كنت دايما بتخليهم يتريقوا عليا لاني تخينه لكن عمرك ما شفت ان فيك عيوب. كنت عاوزني اتجوزك بنتي يا ابني. ده انت ضايع يا ده انت اخلاقك زفت. ممكن تلعبي معايا؟ عارف على طول مش فاضي. ايه يا بنت الشم ليه؟ انا بقول لك هجني عشان اروح.
انتوا اللي طلبتوا المساعده.